صندوق الإسكان الاجتماعي بيعلن عن فتح حجز وحدات سكن لكل المصريين 5 بأسعار بتتراوح ما بين 184 ألف و 400 ألف جنيه للوحدات، وبتسلم فورياً. فتفاصيل حجز الوحدات والمساحات والأسعار من خلال هذه التغطية. أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أمس الاثنين رابط حجز وحدات سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل لذوي الهمم ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في معظم مناطق الجمهورية. وبيتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بنظام الاستلام الفوري، وأخرى ستسلم خلال 36 شهراً من تاريخ غلق باب التقديم، وهو ما يساعد على توفير خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين. أما بالنسبة لمساحات الوحدات فبتتراوح بين 75 متراً إلى 90 متراً. بتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي ومتوسطي الدخل في المحافظات ما بين 184 ألف جنيه و 400 ألف جنيه. أما بالنسبة للمدن الجديدة فقد تتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، في حين أن الوحدات السكنية التي ستسلم خلال 36 شهراً بتتراوح أسعارها ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه. ورد هذا حسب موقع الوحدة والمساحات، ولكن عن إمكانية أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل فهتكون في المحافظات الجيزة والشرقية والمنوفية والفيوم والإسماعيلية والبحيرة ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والأقصر وأسوان. أتاح الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 5 وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات وأخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وأيضا قنا الجديدة وغرب قنا وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة. أيضا أتاح الطرح الجديد وحدات سكنية يتم تسليمها خلال 36 شهرا في المدن الجديدة التالية: حدائق العاصمة والخامس عشر من مايو وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة. عن طريقة تخصيص الوحدات فبيتم التخصيص بالقرعة الإلكترونية العشوائية، وبيسدد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى كل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وبيتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدءا من الاثنين الثامن عشر من نوفمبر لعام 2024 وحتى يوم الاثنين الخامس وعشرين من نوفمبر لعام 2024، وللمواطنين من ذوي الهمم فقط. وابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء 24 من ديسمبر لعام 2024 للمواطنين كافة متضمنين ذوي الهمم. أما مشاهدينا عن طرق التمويل والورق المطلوب للحجز، فبيتيح المشروع للمواطنين التقدم للحصول على التمويل العقاري
بنسب فائدة مخفضة، إذ يتاح للمواطنين منخفضي الدخل تمويل بفائدة تصل إلى 8% سنوياً، في حين يحصل متوسطي الدخل على تمويل بفائدة 12% سنوياً، ومدة التمويل بتصل إلى 20 سنة لتيسير سداد الأقساط، وبيجب على المتقدمين دفع مقدم حجز بيتراوح بين 20% من إجمالي سعر الوحدة، وبيبدأ من 20,000 جنيه في المحافظة، في حين يصل إلى 30,000 جنيه في المدن الجديدة. من جانبها، وضعت وزارة الإسكان عدة شروط يجب على المتقدمين الالتزام بها، منها ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وبيجب على المتقدم وأسرته عدم الاستفادة من أي وحدات سكنية أخرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة. أما المستندات المطلوبة فبتشمل شهادة دخل وإيصال مرافق وصورة من بطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج وصورة من شهادات ميلاد الأبناء، أيضا إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وغيرها من الأوراق التي يمكن الحصول عليها من موقع الإسكان الاجتماعي. من المقرر أن يبدأ حجز كراسات الشروط لذوي الهمم اعتبارا من 18 من نوفمبر وحتى 25 من الشهر نفسه، في حين سيتم فتح الحجز لجميع المواطنين بدءا من 26 نوفمبر وحتى 24 من ديسمبر لعام 2024. كما يمكنكم شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات. أخيراً، بيمكن للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي التقديم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتيح لهم ملء بياناتهم وإرفاق المستندات المطلوبة. إلى هنا مشاهدينا الكرام بتنتهي هذه التغطية، وللمزيد من المتابعة والأخبار تابعونا على مدار اليوم، ونشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.